عملاقا وانشق الحجاب قد رفع النقاب وانشق الحجاب لنعاينا مجد الآب قد رفع النقاب وانشق الحجاب الرب. كل ارض ملكها ليك الرب ارفع مجده عليها. هللويا. ارفع رايات مجد الرب على بيتك على دراستك على شغلك على اولادك. ارفع رايات مجد الرب الملك العظيم. هو مليكي. هو ملك هذه الارض. هو ملك هذه الارض. هو ملك هذه الارض. هو ملك هذه الدائرة من حولي. ارفع يدك ويدك راية تعلن مجد الرب على أرضك. تعلن مجد الرب على ارتباطك. تعلن مجد الرب نعم على بيتك. يسترد المجد في دوائر حياتنا في اسم الرب يسوع. يسترد المجد في دوائر حياتنا في اسم الرب يسوع. هللويا. يسترد المجد لو في مجد ضائع. يسترد المجد نعم. هللويا. يسترد المجد نعم. يسترد المجد. يسترد المجد. يسترد المجد. يسترد المجد. يسترد المجد نعم. هللويا. يسترد المجد. هللويا. اوه يا كشكر كركي يا كام. يسترد المجد في مكتبك وفي شغلك وفي عملك. يسترد المجد وانت قاعد بتذاكر. يسترد المجد نعم. هللويا. يسترد المجد في عربيتك. يسترد المجد عليك وانت تتحرك في المواصلات. يسترد المجد نعم. هللويا. يسترد المجد على بيتك على امك على ابوك في اسم الرب يسوع. يسترد المجد نعم. هللويا.
هللويا. هللويا. ارفع صوتك ملئ كل الارض مجدك. ملئ كل الارض مجدك. يسترد المجد على اولادك. يسترد المجد على اولادك. يسترد المجد على الارض مجدك. ملئ كل الارض مجدك. ملئ كل في كل الأرض وترى الشعور مهدك ويرى اسمك في كل الأرض وترى الشعور مهدك ويرى اسمك في كل الأرض وترى الشعور مهدك. شفاء الآن. ارفع يدك عالية في هذه اللحظات. أحد مكونات المجد هو الشفاء. الشفاء أحد مكونات المجد. نرفع يدينا ونستقبل شفاء كامل الآن. لا خضوع للطبيعي. لا خضوع للطبيعي. لسنا في الجسد. نعم. إن كانت خدمة الموت حدثت في مجد، كان بالحرية خدمة العهد الجديد. يسترد المجد. يسترد الشفاء. يسترد الشفاء بالكامل. شفاء لأصعب الأمور. شفاء لأثبت الأمور. شفاء حتى للجينات في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي. شفاء للجينات في اسم الرب يسوع. شفاء كامل الآن في اسم الرب يسوع. شفاء كامل. استقبل شفاء ده من يد الرب. استقبلي شفاء من يد الرب الآن. استقبل شفاء. في شفاء بيستقر على ظهرك الآن. شفاء بيستقر على فقرات الظهر الآن في اسم الرب يسوع. شفاء بيستقر على فقرات الظهر الآن. شفاء يستقر على المخ الآن في اسم الرب يسوع. شفاء يستقر علينا. هللويا. شفاء 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 شفاء. شفاء يستقر على الحياة. شفاء. نعم. هللويا. شفاء 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 في اسم الرب يسوع. شفاء من الذكريات المتعبة. شفاء من الذكريات المتعبة. شفاء الآن. شفاء من أي اعتداءات باسم الرب يسوع. أي أخت في هذا المكان تم الاعتداء عليها وهي صغيرة باسم الرب يسوع. شفاء كامل الآن. 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 ينقي الرب أرضك من كل جذور الفساد. ينقي الرب أرضك من كل جذور الفساد. ينقي الرب أرضك من نيران الروح. ينتزع الرب. نعم. ينتزع الرب جذور العدو. تصير أرضك مشفية بالكامل إلى الخارج. كل آفات للعدو. كل جذور موت إلى الخارج في اسم الرب يسوع. كل جذور موت إلى الخارج في اسم الرب يسوع. ولا لنا كشكا. قوة الفداء. يتحرك الرب في تاريخك. يصنع شفاء من الاعتداءات. الفداء يمحو تأثير الموقف في اسم الرب يسوع. هذه قوة الفداء. قال له داود امحو معصية. بعد أكثر من سنة من وقوعه في الخطية قال له ارجع في الزمن وامحو معصية ايها الرب. ارجع في الزمن ودلت الموقف ده كأنه لم يكن.
قول للرب ارفع ايدك عالي، قول للرب كده اؤمن بقوة الدم وقوة الفداء. نعم هللويا، انك ترجع في الزمن وتدلت وتمحي، ترجع في الزمن وتدلت وتمحي، تمحي كل ذكريات طفولة صعبة، تمحي كل اعتداءات، تمحي ايها الرب، امحي فنطلق احرار في اسم الرب يسوع، نطلق احرار في اسم الرب يسوع. اوكي يا فريق محرر، فريق خدمة محرر في اسم الرب يسوع. هللويا، عيلة محررة تحت الدم، عائلات محررة، السحابة وعمود النار ليست فقط للقيادة لكن لتضيء الخيام أيضا. هللويا، السحابة وعمود النار كانت تضيء الخيام. نعم هللويا، ارفع ايدك في هذه اللحظات قولوا نعم، السحابة وعمود النار تضيء الخيام في اسم الرب يسوع. السحابة وعمود النار تضيء كل خيمة. إذا وضع الرب في داخلك أي حركة نبوية، رفع إيدك، أي حاجة افعلها الآن في الزون بتاعك، افعلها في الدايرة بتاعتك الآن باسم الرب يسوع. يا كشيرة لا 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 شفاء، شفاء، شفاء من كل ذكريات متعبة، شفاء من كل تكوينات شفتها عليك وما كانتش بحسب الروح، شفاء الآن. ارفع ايدك عالي، يشفي الرب من كل تكوينات شفتها عليك وشفتها عليكي وانت صغير او انت فتى او انت شاب او ولم تكن بحسب الروح. يشفي الرب من ذكريات برج بابل. ارفع ايدك عالي واعلن معي، بابل لم تكن في وسطنا باسم الرب يسوع. اعلن معي حرية من روح بابل، اعلن معي حرية من روح بابل. صلي هذه الصلاة على بيتك، على حياتك، على خدمتنا، على تحركاتنا، على السنة اللي جاية، على 2020 في اسم الرب يسوع. بابل لم تكون في وسطنا في اسم الرب يسوع. برج بابل توقف العمل فيه لأن الرب قد بددهم. نعم هللويا، 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 صنع إبراهيم هو الذي صنعه ودعاه. نعم ليزل به بابل. هللويا، ارفع ايدك لانه الرب يزل بك العدو في اسم يسوع. الرب يزل بك العدو. نعم الرب يزل بحياتك العدو. الرب يزل بك العدو. نعم في اسم يسوع. هللويا، الرب يزل بك العدو. نعم هللويا، انا اداة في يد الرب لإذلال العدو. انا اداة في يد الرب لإذلال العدو. نعم هللويا، ايه هللويا، اسلم بالروح ويذل العدو. هللويا،
في عمرك قد شق الحجاب قد رفع النقاب وانشق الحجاب لنعاين وبابل سينخفض صوتها ويخرس في اسم الرب يسوع سيخرس يخرس صوت بابل يخرس صوت بابل هذا وقت لتشرق العروس الحقيقية يخرس صوت بابل في اسم الرب يسوع يخرس صوت بابل تشرق العروس الحقيقية تشرق العروس الحقيقية مرهبك جيش بألوية نعم هللويا ما هذه طالعة من البرية مرهبك جيش بألوية مرهبك جيش بألوية مرهبيك جيش بألوية ضعفاء لكن نسعى مستندين على الرب من هذه المعطرة هللويا ويفيح ناردين من الآن أرى السماوات مفتوحة من الآن أرى السماوات مفتوحة من الآن أرى السماوات وملائكة أو أتت الفكرة دي لي بأي طريقة إنه أسنانه مش هتكون قوية وهيضطر يركب طقم أسنان نفس نرفع يدينا كده باسم الرب يسوع أفكار العدو إلى الخارج في اسم الرب يسوع أفكار العدو إلى الخارج خداع العدو إلى الخارج في اسم الرب يسوع خداع العدو إلى الخارج باسم الرب يسوع تظل أسنانك قوية مش بس طبيعية لكن في الروح باسم الرب يسوع ونتغذى بأعدائنا نتغذى بأعدائنا في اسم الرب يسوع نتغذى بأعدائنا نعم هللويا نتغذى بأعدائنا نعم هللويا ورررر الشيك يا هوريبي أعدائنا يسوع فوق أعدائنا للأبد أعدائنا يسوع فوق أعدائنا للأبد فوق أعدائنا يسوع قام حول الظلام إلى صبح والموت ليحة. اهتف بنصرة الرب نعم هللويا والقيامة لا يضر إبليس أن يضعفنا يسوع قام حول الظلام إلى صبح والموت لحياة لنا الحياة به والقيامة لأنا بالروح إبليس تحت أقدامنا للأبد
نفسي واحنا بنختم الوقت ده نقول علوا رايات النصر. فتعالوا نوقف كده ونعلن معا في اسم الرب يسوع، علوا رايات النصر. ارفع ايدك عالي في هذه اللحظات، اعلن نصرة الرب على كل شبر في حياتك. اعلني نصرة الرب على كل شبر في حياتك. اعلن نصرة الرب على كل شبر في حياتك. لا استشعر لسه في درجة اعلى من الوعي الرب عايز يسكبها فينا. ارفع ايدك عالي، اعلن نصرة الرب على كل شبر في حياتك، على كل علاقة، على كل صدفة. واعلن انه لا يوجد صدف في ملكوت الرب. سيستخدم الرب ما يبدو أنه صدف لمجدنا وارتفاعنا في اسم الرب يسوع. اعلن نصرة الرب على صحتك، اعلن نصرة الرب على بيتك. كل شبر، 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 كل شبر في اسم الرب يسوع. الأرض التي يرفع عليها راية تمتلك للرب، الأرض التي يرفع عليها راية تمتلك للرب. نحن نمتلك للرب أراضي الآن، أمتلك للرب أرض صحتي، أمتلك للرب أرض زوجي، أمتلك للرب أرض أولادي، أمتلك للرب أرض الاستنارة والتمييز الروحي في حياتي باسم الرب يسوع. أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب. أعلن أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب، أمتلك للرب. نعم أمتلك بإيمان في اسم الرب يسوع. هاليلويا كنوا بمجد الإله قام غالبا، هاليلويا سحق الأعداء، علوا رايات مصر، هاليلويا كنوا بمجد الله، يسوع برنا، هاليلويا ثوابه، علوا رايات مصر، هاليلويا كنوا بمجد الله، فخا غالبا، هاليلويا هنا واشكا يا بنا بنا روا غريبا، هاليلويا صاحق الأعداء، عدو رايات النصر، هاليلويا كنوا بمجد الله باسم الرب يسوع برنا، هاليلويا ودانا بدماء. ارفع ايدك عالي في هذه اللحظة ونعلن غطاء الدم على كل ملي، على كل حاجة صغيرة وكبيرة. نعلن غطاء الدم، يرى العدو الدم فيهرب باسم الرب يسوع. يرى العدو الدم على هذا الفريق، كل شخص في هذا الفريق يرى على حياته علامة الدم، وعلامة الدم هي الأعلى. هللويا، علامة الدم هي الأعلى، علامة الدم هي الأعلى، علامة الدم هي الأعلى. إذ ندخل أرضا جديدة نرى علامة الدم هي الأعلى، إذ ندخل أرضا جديدة نطرد العناقين من هناك. حروبنا تحت مظلة الدم وتحت مسحة الروح.
خوف المحبة، لأن المحبة كم لا تطرح الخوف إلى الخارج. لا خوف المحبة، لأن المحبة كم لا تطرح الخوف إلى الخارج. تصرفاتي الخاطئة لن تعطل أبوته. بابا أعد لي أن كن أعد حتى الحلول للحاجات الغلط اللي انت عملتها.
بابا كبير قوي، مجده على كل الأرض. لا تقف أمامه جبال، لا تقف أمامه سدود، لا تقف أمامه أخطاء. أبي أعظم من الكل. أبي، ارفع ايدك كده وقول معايا في هذه اللحظات، أبي أعظم من الكل. قول عشان تصدق، أبي أعظم من الكل. أبي أعظم من الكل. أبي أعظم. أبي أعظم من الكل. أبي أعظم من الكل. أبي أعظم من الكل. أبي أعظم من الكل. أبي فوق الجميع. أبي مرتفع فوق. يا الله اصرخ معي، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا بابا، أغني من مثلك،
خلاص حافظ حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رافع يا أبي هاللو فيك نصرتي أنت ملجأي لنعرف وأصرخ حيث تشاء تحملنا حيث تشاء نظل محفوظين في حرية الروح. وارفع يدك معي باسم الرب يسوع ونغلق أبوابنا في وجه الذين يريدون أن يتطفلوا بخلصة ليتجسسوا حريتنا التي في المسيح. ارفع ايدك عالي. نغلق ابوابنا في وجه اي اخوة كذبة كما هو مكتوب يريد ان يتجسسوا حريتنا التي في المسيح. ابوابنا مغلقة وابوابنا مفتوحة للضعفاء للفقراء لمن يبحثون عن الرب. أبوابنا مفتوحة للمرضى ليشفوا للمقيدين ليحرروا وحتى للمتدينين وللكتبة والفريسيين لكي يأتوا إلى الرب ويعبدوه عبادة حية بالروح القدس. لكن أبوابنا مغلقة أمام من يريد أن يتجسسوا حريتنا في المسيح. نحفظ تحت مظلة الدم كل سنوات حياتنا وكل سنوات خدمتنا نحفظ تحت مظلة الدم. أشكرك يا رب لأنه تعطي قوة للضعيف في وسطنا وتعطي تعزية للحزين وتعطي شفاء لأي مريض في اسم الرب يسوع. بس نفسي ارفع ايدك كده ونعلن باسم الرب يسوع اننا نحفظ في الروح وكل ما اعطاه لنا الرب في هذه الخلوة يحفظ ويأتي بثمر كثير. كل بذرة زرعها الروح القدس في أعماقنا
تأتي بثمر كثير، وأي بزار حاول العدو أن يزرعها تقلع تختفي. أروح البيت وأنا محمل ببزار الروح القدس وحرا من أي أمور للعدو في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. احنا بنتكلم في هذه الخلوة عن أربعة نعم. ثالث صوت محتاج يتعدل في حاجة. نتكلم عن كويس كده؟ أوكي. أربعة نعم. النعمة الأولى اللي اتكلمنا عنها يوم الأربع بالليل كانت نعمة الخلوة الشخصية، وفكرك بس ببعض الحاجات الأساسية. الخلوة الشخصية دي نعمة وليست مجرد التزام، انه يبقى عندي فرصة التقي فيها بالرب وجه لوجه واختلي بالرب، والرب يفتقد يومي ويفتقد نفسيتي ويفتقد جسدي ويملأني بالقوة. هذه نعمة، فارفع ايدك كده واطلب من الرب ان هذه النعمة تكون ثابتة على حياة كل شخص فينا. نعمة الاختلاء بالرب، نعمة الخلوة الشخصية، الاختلاء بالرب. وفي الخلوة دي امتلئ باعلانات الرب، امتلئ بالداونلود بتاع الرب، واشوف امشي كده يحصل سكانينج وارى اي امور للعدو فاقف ضدها قبل ان تحدث في اسم الرب يسوع، وابطلها بسلطان اسم الرب يسوع، ابطلها بسلطان دم الرب يسوع. نعمة الخلوة الشخصية. النعمة الثانية اللي اتكلمنا عنها نعمة الانتماء الى عائلة، عائلة روحية. ارفع ايدك الاثنين كده وقول يا رب اشكرك لاني انتمي الى عائلة روحية. اشكرك، اشكرك لاجل هذا الامتياز العظيم يا رب. أشكرك لأجل الجود المساكن في وسط هذه العائلة. أشكر الرب، ارفع نص دقيقة كده، أشكر الرب لأجل الجود المساكن في وسطنا. أشكر الرب وأشكرك لأني أنتمي إلى عائلة. أشكرك لأنك يا رب هللويا لم تتركني وحيدا، لكن أشكرك 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 لأنه ميراث هذه العائلة الحسن هو ميراثي. نعم، في اسم الرب يسوع. قول رب أشكرك لأنه هذه العائلة تتسع في اسم الرب يسوع. هذه العائلة تضم غرباء يا رب. نعم، يأتوا ولا يصيروا بعد غرباء في اسم الرب يسوع. لم نعد غرباء، لكن هللويا لأنه كثيرين يصيروا رعية وأهل بيت الله في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ويصاحب نعمة الانتماء لعائلة نعمة الاجتهاد، نعمة الاجتهاد. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ارفع ايدك مرة تانية وقول باسم الرب يسوع أكون أداة في يد الرب لحفظ وحدانية الروح، لا أكون أداة في يد العدو للتشتيت، لا أكون أداة في يد العدو للشكاية، لا أكون أداة في يد العدو لكلمات ليست من عند الرب، لا أكون أداة في يد العدو لتحركات أو تصرفات ليست من عند الرب. أكون أداة في يد الرب، نعم هللويا، لحفظ وحدانية الروح برباط السلام، لحفظ وحدانية الروح برباط السلام. ادينا حكمة يا رب، اطلب حكمة من الرب، ادينا حكمة يا رب. نعم هللويا، لحفظ وحدانية الروح. نعم، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. النعمة الثالثة اللي اتكلمنا عنها امبارح، ونفسي ارفع ايدك وانت بتسمع عن النعمة الثالثة دي واطلب من الرب، اطلب من الرب، اطلب من الرب، هي نعمة السير مع الرب في مشاوير الايمان. هذه نعمة،
ليست فرض، ليست حاجة مفروض علي، ليست أمر. هذه نعمة لها قوتها، لها مجدها، لها اتساعها، لها ثمرها في اسم الرب يسوع. أطلب من الرب الآن، قل له أريد هذه النعمة أيها الرب. نعم، السير معك لمشاوير الإيمان في اسم الرب يسوع. ويصاحب هذه النعمة نعمة الحماية في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي واعلن اننا تحت حماية الدم، ونحن نسير مع الرب مشاوير الإيمان، ولن يقوى علينا العدو في اسم الرب يسوع، ولن تقوى علينا الأرواح الشريرة، ولن يقوى علينا الخداع في اسم الرب يسوع. تحت حماية الدم ونحن نسير وراء الرب في اختبارات إيمان حقيقية، تحت حماية الدم ونحن نسير وراء الرب، والنفسية لن تعوقنا في اسم الرب يسوع. نفسيتي لن تعوقني، ارفع ايدك عالي كده واعلن معي هللويا، نفسيتي لن تعوقني في اسم الرب يسوع، نفسيتي لن تعوقني. سأكون فرس للرب، سأكون فرس للرب، سأكون فرس للرب، سأكون فرس للرب. بالأمس وإحنا بنصلي كان في وجوه أشخاص في وسطنا كانت فرس. نعم للرب، نعم هللويا. قل أشكرك لأنك تصنع مني فرس أيها الرب. نعم، يجري في مشاوير الإيمان في اسم الرب يسوع، ويحرك الأجواء لصالح الرب. ارفع ايدك عالي. الفرس وهو بيجري بيعمل صوت وبيطلع عاصفة حواليه، وعضلاته قوية وأقدامه قوية وأرجله قوية. قول يا رب أكون فرس أيها الرب وأنا بجري وراك. نعم، أصنع عاصفة إلهية في اسم الرب يسوع، وهذه العاصفة توقظ كثيرين. هللويا، هذه العاصفة توقظ كثيرين في اسم الرب يسوع. مسحة قوة الآن، ارفع ايدك في هذه اللحظات، خد من الرب مسحة قوة، خد من الرب مسحة قوة باسم الرب يسوع، مسحة قوة في اسم الرب يسوع، مسحة قوة. نعم هللويا، لأسير وراء الرب بحكمة الروح، وأميز الكلمات التي ليست من عند الرب، وأميز أي حاجة العدو يجي بيها حتى لو من أشخاص قريبين، أميزها وأقف أمامها في اسم الرب يسوع. أعلن محبتي للقريبين وللبعيدين ولكل شخص، لكن أميز وأقف ضد مدخلات العدو في اسم الرب يسوع. تمييز في اسم الرب يسوع، تمييز، تمييز. نعم، لأجل مشاوير الإيمان. النعمة الرابعة اللي هنتكلم عنها النهاردة سريعا، نعمة أن أخدم الرب. هذه نعمة، نعمة أن أخدم الرب. ارفع إيدك عالي وقول أشكرك لأن هذه النعمة متاحة لي أن أخدمك. هاليلويا، هذه نعمة، هذه نعمة، هذه نعمة متاحة لكل شخص فينا، أن أخدم الملك، أن أخدم الآب السماوي. أشكرك يا رب لأن هذه نعمة متاحة لي، نعمة أن أخدم الرب، أن أكون، أن أدعى، أن أصير خادما للرب. من يشتاق إلى هذه النعمة؟ ارفع إيدك عالي كده، قول للرب أنا مشتاق. يمكن ما تكونش احنا خلوت خدام، بس يمكن الخدمة مش مزروعة جواك. ارفع إيدك في هذه اللحظات وقول للرب أنا عايز أخدمك، أنا عايز النعمة دي يا رب، أنا عايز النعمة دي، أنا عايز النعمة دي، أنا عايز النعمة دي. وأنا بخدمك أبقى عارف أن أنا تحت النعمة، وأبقى عارف أنه هللويا هللويا، لأنه دعاني من أراضي بعيدة لكي أخدم الرب، لكي أتي بنفوس للرب. تقول لي ده أنا بالعافية في مرات بكمل وراء الرب، أقولك أبس الرب بيدعوك النهاردة. افتح إيدك كده، ارفع إيدك علي وافتح إيدك. الرب بيدعوك النهاردة، الرب بيدعوك انك تفتح ايدك وتستلم نعمة للخدمة. استلم النعمة دي، استلمها، استلمي النعمة دي. بصيش على نفسك، بصيش على امكانياتك، نعمة لانها تعطى لمن لا يمتلك، لمن ليس عنده. ما عندكش ارفع ايدك عالي، تعال نرفع ايدينا كلنا لو ما عندكش، وقول له يلا يا رب املاني بالنعمة في اسم يسوع. يلا يا رب، يلا 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 يلا، انا ما عنديش يا رب بس انا فاتح ايدي. هللويا. رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل، الى اسف الى تيموثاوس، الاصحاح الاول وعدد 12. بص احساس الرسول بولس بالشكر، انه الرب
جعله خادم. شكر عميق. يقول كده في عدد 12: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا. أنا واقف قدامه بشكره في كل يوم الصبح كده، أفتح عيني أقف أمامه وأقول له أشكرك يا رب. أنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني إذ حسبني أمينا إذ جعلني إيه بقى؟ للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. وتفاضلت، ارفع ايدك عالي، نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح. تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح. أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني إذ حسبني، أو أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. وكلمة حسبني دي تأتي في الأصل أنه صار أمامي، قادني بالروح، مشي قدامي، فبقيت أمين. حسبني أمينا، يعني بعض المعاني أو ترجمات إنه الرب أصدر أمرا ملوكيا إني أمين وإنه يمكن الاعتماد علي وجعلني للخدمة. يعني الرب لما بيجعلك للخدمة مش بيكلمك أنت بس، لكن بيصدر أمرا ملوكيا، أمر ملوكي. هذا الأمر الملوكي يسمع في السماويات أن فلان ده ابني بنتي جعلتها للخدمة. لما الرب بيجعلك للخدمة، لما الرب يعني إيه حسبني أمينا؟ يعني صار أمامي متقدما وأنا عناية عليه، ففي كل السير بتاعي في أمانة طلع مني. الأمانة دي طلع مني ليه؟ ليس لأني أمينا في ذاتي، ليس لأني مش عشان أنا كويس، لكن لأنه الرب صار أمامي وحسبني أمينا. فالرب اللي سائر أمامي ده في أمانة الرب اللي فايضة من الرب بتغطي أجوائي. طول ما أنا ملتصق بالرب أمانة الرب تنعكس عليا فتصنع مني خادما أمينا. إذ حسبني، أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أصدر أمرا ملوكيا. ماذا يعني أن الرب أصدر أمرا ملوكيا؟ أن لا يقف في وجهي أي إنسان ولا أي شيطان ولا أي ملاك ولا أي، لا يقف في وجهي نعم أي من قوات مملكة الظلمة عشان تعيق الخدمة بتاعتي، لأن الرب حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. يعني الرب اللي حسبني أمين وجعلني للخدمة ده أصدر أمرا ملوكيا. في لما الملك يعين شخص في المملكة فيصدر مرسوم من الملك يذاع في المملكة ويتقال بصوت عالي ويقال فيه أن فلان الفلاني قد صار خادما للملك في الأمر الفلاني، فلا يستطيع أي شخص أن يقف في وجهه. وتقدم له التوصيات زي ما كنا بنسمع امبارح بولس وهو يوصي بفيبي خادمة كنيسة كنخيرية، يقول لهم كده، يقول لهم فيبي ديات اعملوا كل حاجة هي بتحتاجها. هذه توصية الملك. يعني توصية الملك دي تعمل ايه؟ تفتح الأبواب أمامي وأمامك،
توصية الملك بتعمل ايه؟ توسع الدوائر بتاعت التأثيرات. ليس لانه اي شخص فينا عنده مواهب ولا عنده لا ولا امكانيات خاصة ولا، لكن لان هناك توصية من الملك ان تفتح الابواب في اسم الرب يسوع. في توصية من الملك في 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 رويال اوردر انه تفتح الابواب امامي وامامك في اسم الرب يسوع. في وهو الملك داخل بيبعت الرسل بتاعه قدامه. هذا وقت بيبعت فيه، بيرسل فيه الرب رسله، رسل الخروف، نعم هللويا، امام الرب عشان يفتح الابواب ويعد الاراضي وياتي الملك، نعم، ويملك على هذه الارض. ارفع ايدك عالي في هذه اللحظات، قل اعظمك ايها الرب، نعم، لانه يوجد توصيه ملوكيه، في توصيه ملوكيه، في توصيه ملوكيه، نعم هللويا، في توصيه ملوكيه باسم الرب يسوع انه تفتح الابواب. ارفع ايدك مرة تاني، هاليلويا، تعمل التوصية الملوكية في الروح بكل قوة، تعمل التوصية الروحية الملوكية، نعم هاليلويا. ارفع ايدك كده وكن في وعي، نعم، بما تصلي لأجله. قلوا اشكرك لانك جعلتني للخدمة، حسبتني امينا، جعلتني للخدمة، افتح ابواب النفوس ايها الرب علشان أتمم ما دعوتني له. المس النفسيات، افتح الأبواب في اسم الرب يسوع. تعال أيها الرب، نعم، تعال بالأماكن باسم الرب يسوع، تعال بالخيام في اسم الرب يسوع، تعال أيها الرب، نعم، بملء الدعوة. أطلب من الرب الآن ملء الدعوة، أطلب من الرب الآن ملء الدعوة في اسم الرب يسوع، ملء الدعوة. هللويا، أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. صموئيل الأول أصحاح 30، هقرأ شاهدين دائما يضعوا جنب بعض. صموئيل الأول 30، وهنا داود في قلب معركة مع العمالقة أو العماليق، في قلب المعركة صموئيل الأول أصحاح 30 ومن أول على 7. ثم قال داود لأبيثار الكاهن ابن أخي مالك، قدم إلي الأفود. فقدم أبيثار الأفود إلى داود، فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ قل هللويا، لأني أدركهم. فقال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. قل هللويا، لأني أدركهم. قال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. لو شعر أنه في نفوس سلبت، لو شعر أنه في أمور سلبت، الرب بيقول لك النهاردة: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. يعني اخرج وراء الارواح الشريرة وامن انك تستخلص الشاه من فم الاسد في اسم الرب يسوع. اخرجي وراء الارواح الشريرة، قول للرب كده: يا رب حملني بنيرانك لاخرج وراء الارواح الشريرة وانقذ الشاه من فم الاسد في اسم الرب يسوع. الحقهم في قوة معاك، الذي قواني، الذي قواني. ازاي يا رسول بولس انت بتخدم؟ يقول: انا مش بخدم بالقوة الطبيعية، بالقوة الجسدية، بالقوة، انا بخدم بقوة الروح القدس، نعم، الذي قواني. الحقهم فانك تدرك وتنقذ. ارفع ايدك عالي، الرب يعطيك مسحة لانقاذ نفوس في اسم الرب يسوع، مسحة لإنقاذ نفوس. الخدمة إذا جوهر الخدمة، ما هو جوهر الخدمة؟ إنقاذ النفوس، نعم هللويا. جوهر الخدمة أن نأتي بنفوس إلى ملكوت الرب، أن تمتلئ النفوس بالروح القدس. جوهر الخدمة أنه نسلب نفوس من مملكة الظلمة. ارفع إيدك وإعلن في اسم الرب يسوع: نسلب نفوس من مملكة الظلمة، نعم، نسلب نفوس من مملكة الظلمة، نعم هللويا.
وتتغير نفوس في اسم الرب يسوع. تفتح أبواب وتتغير نفوس في اسم الرب يسوع. تفتح ترفع بوابات دهريات نعم وتتغير نفوس في اسم الرب يسوع. لو في اي شخص انت بتخدم حياته اسمع صوت شفار في الروح. لو في اي شخص انت بتخدم حياته ارفع ايدك الان في اسم الرب يسوع نعم وقول باسم يسوع ترفع البوابات الدهريات. ترفع البوابات الدهريات. يرفع الغيل على الاذهان باسم الرب يسوع. تفك قيود النجاسة. تفك القيود التعلق بالعالم في اسم الرب يسوع. اخدم بالمسحة نعم هللويا وتتحرر النفوس في اسم الرب يسوع. اخرج للرب كأسد لانه هو الاسد الغالب نعم هللويا الخارج من سبط يهوذا. اخرج للرب كالاسد الغالب اظهر في وجه الارواح الشريرة فتهرب وامتلك ميراثي واتي بثمر كثير للرب نعم في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع نعم هللويا هللويا. قال له الحقهم فانك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه وجاءوا الى وادي البصور والمتخلفون وقفوا الذين تخلفوا عنهم يعني. واما داود فلحق هو واربعمائة رجل ووقف مائة رجل لانهم اعيوا عن ان يعبروا وادي البصور. بص المشهد هنا في اشخاص مع داود بس حصل لهم اعياء. يقول كده بقى بص بقى حط قدامك المشهد ده مع مشهد تاني في عدد 11. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود. مع ان هم هنا تعبوا لكن داود قريبا منهم وهم قريبين من داود. يعني الإعياء لم يفصلهم عن داود. وهتشوف العكس تماما عندما أخدم الرب ويحصل لي إعياء في مرات بسبب الخزف. الإعياء ده لن يفصلني عن الرب. الإعياء ده مش هيفصلني عن الرب. بس صادفوا رجلا مصريا. شوف الصورة الأخرى. في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء. عندهم روح داود. لما يشوفوا شخص تعبان بيعملوا إيه؟ يعطوه خبز فيأكل يسقوه ماء. يا رب أنا بصلي تمتلئ اجتماعاتنا بنفوس تدخل تعبانة فتلاقي خبز وتلاقي مية والنضارة ترد إلى الوجوه. يا رب في محضرك نؤمن أيها الرب نؤمن بعمل الروح القدس. نؤمن بعمل الروح القدس. أعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب. دلع خالص يعني دلعوه خالص. مش بس خبز ومية ويلا لا ده بيدلعوه. أعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في ثلاثة أيام وثلاثة ليالي أو ثلاث ليالي. قال له داود لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال له أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي. بص الجملة اللي جاية بتقول لك قسوة العدو. قسوة انك ما تخدمش الرب وان انت تدي اجزاء في حياتك للعدو. يقول له كده. قال له داود لمن انت ومن اين انت؟ فقال انا غلام مصري عبد الرجل عماليقي. ارفع ايدك وقول باسم الرب يسوع اذا كان عملي يفرض علي ان اكون تحت هيمنة رجل عماليقي في اسم الرب يسوع. حرية الان لاي شخص الشغل بتاعه بيفرض عليه انه يبقى تحت الروح ديت. يمكن مش تحت اشخاص بس تحت الروح ديت في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده في اسم الرب يسوع نعم. حرية الان في اسم الرب يسوع. بص يقولوا ايه انا غلام مصري عبد لرجل عماليقي وقد تركني سيدي. لماذا تركه سيده؟ لاني مرضت منذ ثلاثة ايام فاننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب واحرقنا صقلة بالنار.
وبدأ داود بقى يعمل مع اتفاق. قال له داود: هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ بس إلا أنا عايز أحط عليه سبوت كده، أن هذا العبد، هذا الخادم، خادم بتاع رجل عماليقي، رجل عماليقي بيرمز دائما عماليق إلى العدو. هذا الخادم عندما تعب، عندما مرض، عندما أعيا، عمل معاه سيده. بص ثلاث كلمات قاسيين جدا: قد تركني إيه سيدي، سبني. حط المشهد ده في مقابلة من ملوك الأول 18، آسف 19، ملوك الأول 19. خادم رجل عماليقي يتعب، بيعمل إيه الرجل العماليقي؟ قد تركني سيدي. إذا لم تحرر كل دوائر حياتك من تحت سيطرة العدو، هتيجي في دايرة كده تبقى مش تحت سيادة الرب الكاملة، ويحصل لك فيها أي اهتزاز، أي تلاقي العدو بقى يريد أن يحكم قبضته، يعمل إيه؟ يديك، يخليك تتملي بمشاعر الإهمال ومشاعر الترك ومشاعر ليه؟ لأن هذه الدائرة لم تكن تحت هيمنة الرب. بس بص الرب بيعمل إيه مع خدامه لما بيتعبوا. في 19 ملوك الأول 19: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا، وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد. وإيزابل تكره العمل النبوي، فارفع إيدك عالي، وكل عمل نبوي في وسطنا يكون تحت حماية الدم في اسم الرب يسوع. وإيزابل لا تقترب إلى تخومنا، تخومنا مقفولة في اسم الرب يسوع. تخومنا مقفولة من سنين، تخومنا مقفولة من سنين في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي، اعلن ايمانك معي. تخومنا مغلقة منذ سنوات طويلة امام اي تحركات لإيزابل في اسم الرب يسوع. تخومنا، يوجد انتصارات على إيزابل في هذه العائلة. هللويا، يوجد انتصارات على إيزابل، يوجد ميراث انتصارات على إيزابل في هذه العائلة. نعم هللويا، يوجد ميراث انتصارات على إيزابل في هذه العائلة، يوجد ميراث استقبال نيران إلهية لإيليا في هذه العائلة باسم الرب يسوع. نعم إيزابل لا تقترب، لن تقترب، ولم تقترب، ولن تقترب إلى تخومنا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. يقول كده في عدد 3: فلما رأى ذلك هددت إيليا، قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي اليهوذا، ترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم، حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. إيليا تعبان نفسيا، الغلام بتاع العماليقي تعب، مرض، فعمل ايه؟ قد تركني سيدي. إيليا هنا تعب، إيليا نفسيته تعبانة، بيقول يا ريتني ما كملش بقى حياتي. بيقول الرب كده، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة. ماذا يفعل الرب معك كخادم له عندما تضعف؟ يرسل ملائكته لك، يرسل ملائكته. لما يشوفك الرب تعبان لا يتركك الرب، لما يشوفك الرب مش فاهم، لما يشوفك الرب في حاجة متلخبط فيها لا يتركك الرب. ما يقولش طيب هريحه دلوقتي عشان هو مش فاهم، عشان هو مش شايف، عشان هو طيب خليه على جنب كده. لا، أمال يعمل ايه الرب؟ يحرك السماء الرب لأجلي ولأجلك، يحرك الرب السماء. بص يقولك كده، ملاك ده جه منين؟ الملاك أتى من السماء، ملاك أتى من السماء. يتجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه. بص الفرق ما بين هذا الخادم للعماليقي اللي لما يتعب يترمي يترمي، بس عظم الرب لأنه سيرسل الرب، سيرسلنا الرب إلى خدام، وكأنه كان في مناطق ممتلكة من العدو في حياتهم، وده أدى بيهم إن هم يبقوا كأنهم مرميين، كأنهم على جنب. يرسلنا الرب لهؤلاء الخدام لكي نأكلهم خبزا ونشربهم ماء وندلعهم ونجيب لهم زبيب ونجيب لهم تين باسم الرب يسوع. هل تؤمن إنه الرب يستخدم أخدمني واستخدمك في هذا؟ أؤمن في اسم الرب يسوع، أؤمن، أؤمن بزيارات إلهية، يبعتني الرب ويبعتك الرب ويبعتك الرب لخدام محدش واخد بالهم منهم، مرميين بقالهم وقت، بس نفخات الأسد، نفخات الأسد في وجوههم تحييهم مرة أخرى. لا نحيا لذواتنا، لكن نحيا لحلم الرب
وحلم الرب ده موجود جوه خدام، موجود جوه اشخاص يمكن مش باينين ومش متشافين، لكن سيرسلنا الرب لكي نحييهم في اسم الرب يسوع، لكي ننفخ نفخات الحياه عليهم. نعم، لانه هكذا تتكمل كنيسه الرب في الايام الاخيره، لانه هكذا تتكمل عروس الرب في الايام الاخيره. في فعل الساعه 11 هيبعتك الرب عشان تنده عليهم الوقت اللي جاي، تقول لهم اصحى الساعه بقت 11 دلوقتي، خلاص فاضل الساعه الاخيره في اليوم، يلا استيقظ عشان نخدم مع بعض الرب في اسم الرب يسوع. سيرسلني الرب ويرسلك الرب محملين بقوه الهيه لاجل تتميم هذا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. اضطجع ونام تحت الرتمة، واذا بملاك قد مسه وقال قم وكل. ففتح عينه الي كده، قعد يبص وكانه بيقول لنفسه كده، تخيل ده الرب لسه عنده رجاء فيا. فتطلع واذا كعكة رطب وكوز ماء عند رأسه. عارفين ان ايه عند رأسه؟ يا رب مش عايز حتى يكلفه كده ان هو يقوم يروح حتة تاني عشان يأكل. عارفين واحد يبقى تعبان وتعتني به اعتناء شديدا، فتجيب له الاكل في السرير، ما عند رأسه يعني ايه؟ يعني مش على الترابيزة على جنب كده، طب تعال افطر معايا، لا، يعني إليه نايم مضطجع تحت الرتمة، بس يجي الملاك يروح جايب له الاكل على السرير. هو في دلع اكتر من كده؟ خادم العماليق عندما يمرض يلقى يترمي. اذا في منطقة في حياتك لازالت مش تحت هيمنة الرب، تعال بها الآن إلى الرب، تعال بها الآن إلى الرب، لأن الرب عايز يدلعك. تعال الآن إلى الرب، لأن الرب عندما تضعف سيرسل ملائكته. فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فإيه؟ اضطجع مرة تانية. أكل شرب تقوى وبعد النام تاني. داود أسف إلي، أنت ضعيف لدرجات يقول أنا معيا جدا، بس بص في عدد 7 مرة تاني بقى، مرة تاني، مرة تاني. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. انا عندي توقع، ده مش موجود في النص، بس انا عندي توقع انه هقولها بالبلدي كده، يعني الملاك ما رخمش عليه. يعني لما إليه اكل وعاد واضطجع، عندي توقع كده انه جوه الطجع ديت ممكن يبقى إليه نام فعلا والملاك استناه. يعني مش اول لما نام بقى راح جاي الملاك بقى هبده كده، يا عم احنا لسه ماكلينك دلوقتي اصحى يابا. لا، اتوقع انه سابه وجاء إليه في عدد 7. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه، مسه، بص الرقة في تعامل الرب معه، مسه يعني طبطب عليه كده، قوم يا إليه قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. يرسل لنا الرب وجبات تكفي مسيرة 40 يوم. 40 يوم يعني فترة كاملة. يرسل الرب لنا وجبات. ارفع ايدك كده واعلن ايماني ان الرب يعمل معنا عملا روحيا عميقا يكفي مسيرة فترات كاملة في حياتنا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. قم وكل واشرب. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة. إله إيليا هو إله بولس، هو إلهي، هو إلهك.
الذي قواني، أكل إلي فأوى إلي. بولس يقول الذي قواني، بالتأكيد بولس كان يأكل من يد الرب لكي يتقوى ويسير بقوة الأكلة. وارفع ايدك لأنه الرب يدعونا أن نخدم في مستوى فوق طبيعي. كنيسة الأيام الأخيرة لا تخدم في المستويات الطبيعية لكن بتخدم في مستوى فوق طبيعي. هذا يعني أنه كنيسة الأيام الأخيرة ممكن بقى تسترد مش بس صورة كريست الأيام الأولى، اجتماعات يومية ويمكن أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. في وقت من التاريخ كان في كده زي علامة نبوية فيها انفجار لمواهب الروح. كان احد رجال الله كان يقولوا كده بيعمل في الاسبوع الواحد 21-22 اجتماع في الاسبوع الواحد، يعني في اليوم تقريبا حوالي 3 اجتماعات. هل تؤمن ان الرب يعطينا القوة لاجل هذا؟ ارفع ايدك عالي في اسم الرب يسوع. هذه قوة الرب، لا يستطيع انسان ان يفعل هذا بالطبيعي. هذه قوة الرب، هذه قوة الرب، هذه قوة الرب، هذه قوة الرب. نعم، هذه قوة الرب التي تجعل الاجتماعات تستمر لساعات وساعات، ونخرج من الاجتماعات مليانين اكلين وجبة هللويا تكفي لمسيرة باسم الرب يسوع. هو انتوا عارفين ليه دائما اشعر جوا ان الرب عايز اجتماعات طويله؟ لانه في مرات احنا بنسلك على السكيل بتاع اللي احنا شايفينه. يعني ممكن تبقى الاجتماعات مثلا النهارده مثلا ممكن تبقى اكبر اجتماعات يكون مثلا فيها 200 واحد ولا 300 واحد. فلو انت بتخدم، لو في وقت مثلا صلاه، لو في فريق بيتحرك يصلي لاجل شفاء المرضى، بيتحرك لاجل تحرير المقيدين، بيتحرك، لو انت بتخدم 300 غير لما تخدم 3000 غير لما تخدم 30000، بالتاكيد الاجتماع ده اللي فيه 30000 محتاج يبقى طويل علشان تستطيع ان تخدم جميع الموجودين. عشان كده اجتماعات النهضات دائما اجتماعات طويله. فلسه نرفع ايدينا نقول للرب وسعني يا رب من جوه، وسعني من جوه، وسعني من جوه، وسعني من جوه في اسم الرب يسوع، وسعني من جوه، وسعني من جوه. وتقولي طب هل هاتعب؟ هقولك لن تتعب، واذا تعبت هيتكتب عنك زي ما بولس كتب كده الى التاعبتين في الرب. يعني لما تتعب الرب سيعطيك قوه. هل تؤمن؟ الرب سيعطيك قوة. نعم، عندما تتعب في اسم الرب يسوع. شاهد آخر، من أعمال الرسل أصحاح 20. هاخد شواهد سريعة. أعمال الرسل أصحاح 20 وعدد 24. ارفع إيدك وأطلب من الرب، أشكر الرب على نعمة أنك تخدمه، وأطلب من الرب نعمة مضاعفة في اسم الرب يسوع لأجل خدمة أكثر. أعمال الرسل 20، والضعيف وسطينا يتغطى بعمل الروح القدس. الضعيف وسطينا يبعث له الرب ملاك في الحتة اللي هو فيها، يبعث له ملاك مرة واثنين في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أعمال الرسل أصحاح 20 وعدد 24. الرسول بولس وهو يودع كنيسة أفسس يقول: ولكنني لست أحتسب لشيء. حلوة الكلمة دي، ولكنني لست أحتسب لشيء. يعني إيه لست أحتسب لشيء؟ لا أقيم وزنا لأي أمر ما لم يقيم له الروح في داخلي وزن. لست أحتسب لشيء. تقدر تبص على جنبك كده وقول له يلا نصلي مع بعض عشان ناخد نعمة ولا نحتسب لشيء. قول اللي جنبك كده، شجعه او اللي وراك او اللي قدامك، قول له يلا نصلي عشان ناخد نعمه، لانه دي نعمه. احنا بنتكلم عن ايه النهارده؟ بنتكلم عن نعمه. فقول اللي جنبك، نقول للاخت عايده نصلي عشان ناخد نعمه ولا نحتسب لاي شيء. قول اللي جنبك، قول لمراتك، قول لجوزك عشان نعمل اتفاقات، اتفاقات زوجية كده، عشان اول لما يجي يحتسب لشيء تقوله مش احنا اتفقنا في اخر اجتماع في الخلوة ان احنا لن نحتسب لشيء.
او مش لازم جوزك او مراتك، ممكن بقى اللي معاك في المجموعه مثلا، قول له كده يلا نصلي عشان ناخد نعمه فلا نحتسب لشيء، لا نقيم وزنا لامور لم يقيم لها الروح وزن. ارفع ايدك عالي، هذا امر عظيم. لا نقيم وزنا لامور لم يقيم لها الروح وزن. هذه راحة عظيمة، انتوا عارفين كده، دي راحة عظيمة ان انت لا تقيم وزن لما لم يقيم له الروح وزن. يعني ممكن في مرات يبقى في حاجات صوتها عالي في الطبيعي وعايز تاخد ذهنك وعايز تاخد مجهودك وعايزك تركز فيها، وتبقى الحاجات دي بتنده عليك طول اليوم. ليه؟ عشان عايزة تشوشك. تنظر، هذه مهارة روحية، حط ايدك على قلبك كده وقول يا رب قلبي لا يمتلك ولا يقيم وزن الا للامور اللي انت بتقيم لها وزن في اسم الرب يسوع. دي حرية عظيمة تخليك في وجه الامور، ما الناس تبقى عابسة الوجه وانت في وجه الامور ديت ومليان بالروح، مبتسم هادئ في سلام. لماذا؟ لانك لا تحتسب لأي شيء لم يحتسب له الروح وزن. الأوزان من عند الروح، والروح بيوزن فقط ما هو مغطى بالمجد، ثقة للمجد، ده اللي الروح بيوزنه. أي حاجة مش خارجة من شجرة الحياة، أي حاجة مش خارجة من عمل الروح القدس من المجد، أي حاجة مش خارجة من الحتة دي ليس لها وزن في الروح. تطابق مع مشيئة الروح في حكمك على الأمور، خليك متطابق. يعني هيجي لك ناس من حواليك هيقول لك ده شوف ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وايه ده وهنعمل ايه وهنتحرك ازاي وايه. ممكن تقعد تسمع نص ساعة وفي الاخر خالص. احب هذه الاجابة التي قالها احد رجال الله من سنين كده، لحد قاعد يحكي له يحكي له يحكي له يحكي له يحكي له على حاجات لخبطة وحاجات. كنت بعدك سمع مني القصة دي، فبعد نص ساعة ولا حاجة راح قال له اعمل ايه بقى لانه ما بيردش عليه. قال له هو يحملنا، هو يحملنا، هو يحملنا. هيحاول العدو يصدعك في مرات. لماذا تسمع هذه الكلمات الآن؟ لأن نعمة أن أخدم الرب دي مشوار إيمان. يعني خدمة امبارح دي مع خدمة النهاردة، أو كلمة امبارح مع كلمة النهاردة، دول راكبين في بعض. فوانت في المشوار بتاع الايمان دوت هيحاول العدو يشتتك، هيحاول العدو تبقى جاي الاجتماع او رايح المجموعه كده وعايز تخدم وعايز تقف قدام الرب ومشتعل بامور يروح طالع لك حاجه طبيعيه خالص كده. اذا لم تتعلم ان لا تقيم وزنا للامور الطبيعيه، لا تقيم وزنا للامور الطبيعيه. عارفين من افضل الاجابات على سؤال هنعمل ايه؟ هنستنى الرب. الإجابة دي موجعة للجسد. يعني بص حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا ومشاكل في الشغل مش عارف ايه، طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انتظارا انتظرت الليلة فما لو بتراجعوا الوعظات اللي فاتت دي اسمها ايه؟ الروقان الروحي. الروقان الروحي دي انا بقولها لك بتعبير بسيط بس الاصل بتاعها الايمان. بص على جنبك كده وقوله الاصل بتاعها الايمان. قوله كده الايمان. هي الكلمه دي بس، ما تقولوش حاجه تاني. الايمان ده اسمه الايمان. ما هو الإيمان؟ أني أمام عواصف الحياة لا أتحرك إلا عندما يتحرك الروح القدس بداخلي أمام كل عواصف الحياة. هذه هي بداية النصرة. عندك أمر كبير مش عارف تعمل فيه إيه، بداية النصرة أم تنتظر تحرك الروح؟ الروح يتحرك. فبولس يقول كده في عدد 24، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا
ده المستوى تاني. ولا ايه بقى؟ نفسي ثمينة عندي. يعني ممكن لما تبقى العواصف خارجية تعرف تقول ده لست احتسب لشيء، بس لما في مرات تبقى في حاجات جوه في نفسيتي في نفسي في لا ما تعرفش تقول ده، بولس يختصر السكة يقول ولا نفسي ثمينة عندي في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي في اسم الرب يسوع. لا يعيق اي شخص فينا شكله ايه في وسط الناس. شكلك ايه في وسط الناس؟ الناس هتقول عليا ايه؟ ولا نفسي ثمينة عندي، ولا نفسي ثمينة عندي، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من مين؟ فاكرين الآية؟ أشكر الرب يسوع المسيح، أو أشكر يسوع المسيح ربنا الذي قواني وحسبني أمينا وجعلني للخدمة. يعني بولس استلم الخدمة بتاعته من مين؟ من يد الرب. لا تنتظر أن تستلم خدمتك من يد شخص، لأنك إذا استلمت خدمتك من يد شخص لن تستطيع أن تكمل، ولما تكمل تكمل وأنت تعبان. بص مرة تاني، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة. افتح إيدك كده عالي في هذه اللحظات، وكثير مننا الرب سلمك خدمة واضحة، استأمنك على نفس، استأمنك على أمر في الاجتماع، استأمنك على رايات، استأمنك على بروجيكتور، استأمنك على إداريات، استأمنك على أمور في المجموعة، استخدمك، استأمنك على أمور في بيتك، استأمنك على استأمنك الرب. خد من الرب دلوقتي، قول له يا رب أنا إيدي المفتوحة ديت عشان تضاعف النعمة لأجل الخدمة في اسم الرب يسوع. أنا عايز نعمة لأجل الخدمة أيها الرب، عايز نعمة لأجل التسبيح، عايز نعمة لأجل العزف، وعايز يا رب نعم لما أخدمك أخدمك ليس كما لقوم عادة، لكن أخدمك بجدة الروح. نعم بجدة الروح، وأنا بخدمك وأنا بقترب من النفوس يا رب شلالات المياه الآتية من عرش النعمة يا رب نعم تفيض على النفوس فتجدد وجوههم تجدد أرواحهم. نعم يا رب أشكرك لأنه بيوت كثيرة في وسطنا تكون مفتوحة أيها الرب نعم لغمر وفيض المياه في اسم الرب يسوع، لغمر وفيض المياه. افتح كده وارفع ايدك وافتح اعماقك وكأنك بتفتح بيتك في هذه اللحظات. نعم هللويا لأجل غمر وفيض المياه عشان تفتح بوابات الغمر نعم على بيتي وعلى بيتك في اسم الرب يسوع، لكي يرتوي كثيرين، لكي يرتوي كثيرين، لكي يرتوي كثيرين في اسم الرب يسوع. يقول في رسالة العبرانيين لا تنسوا إضافة الغرباء. ليه بتقول لنا كده يا رسول بولس؟ ده نوع من الخدمة ان احنا نضيف الغرباء. ليه يا رسول بولس؟ يقول لانه في اشخاص وهم بيضيفوا الغرباء، استضافوا ملائكة وهم لا يعلمون. عظم الرب لانه في مرات هيحركك الرب تجاه اشخاص يمكن ما تعرفهمش في الشارع، او يمكن اشخاص في يجولك محتاجين عندهم احتياج معين. عظم الرب لانه سيرسل لك الرب ملائكة باسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي، ونحفظ من ملائكة الظلمة في اسم الرب يسوع، نحفظ من ملائكة الظلمة. في مرات كثيرة العدو يحاول ان يزيف هذه الخدمة. لو انت بتتحرك في كرازة او بتتحرك تجاه اشخاص مش معروفين يعني ما تعرفهمش قبل كده او غرباء، يعني الرب في مرات عشان قلبك المشتعل تجاه النفوس هيرتب ليك مقابلات شخصية معه هو شخصيا ومع ملائكة. يعني هتقابل الرب في مرات، يمكن تقابل الرب فعلا، يمكن تقابل الرب في اشخاص. الرب تحدث عن هذا في انجيل متى وهو بيقول لانه انتوا رايتموني عريان فكسوتموني، رايتوني عطشان فسقيتموني، رايتوني. يعني انا قابلت الرب وانا بتحرك تجاه الغرباء، بس لانه هذا امر عظيم جدا جدا العدو في مرات بيبقى عايز يزيفه.
فارفع ايدك عالي في هذه اللحظات وقول باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع لا يزيف العدو الزيارات الملائكية باسم الرب يسوع. وعندي ايمان انه الوقت اللي جاي فيه زيادة من الزيارات الملائكية على حياتنا، لا يزيف العدو، لا يرسل العدو ملائكة ظلمة، ملائكة الظلمة غير مرحب بيهم في بيوتنا في اسم الرب يسوع، ملائكة الظلمة غير مرحب بيهم في سياراتنا في اسم الرب يسوع، ملائكة الظلمة غير مرحب بيهم في مكاتبنا في اسم الرب يسوع. لكن ملائكة الله صاعدون ونازلون من الآن، ترون السماء مفتوحة، ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يا رب أشكرك لأنه زيارات ملائكية. نعم هللويا، زيارات ملائكية حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة إبقى نعمة الله. ارفع ايدك عالي وأشكر الرب على هذه النعمة، نعمة أن تخدمه. تقولي طب أنا ما عنديش إمكانيات أن أنا أخدم الرب، ما عنديش حاجة. أقولك عظم الرب. عايز أفتح معاك آية أفسس، دي آخر آية هختم بيها، أفسس 4 وعدد 12. أو عدد 11. وهو أعطى البعض. ارفع ايدك واشكر الرب لأنه يصنع هدوءا عظيما في حياتك الشهور اللي بقية من السنة في اسم الرب يسوع. هدوء لأجل الإنجاز فيما كلفك به الرب. هدوء، استلم من الرب هدوء دلوقتي، استلم من الرب هدوء في هذه اللحظات، استلم من الرب الشكينة، السكينة، الهدوء. أتحرك من الهدوء لأجل إنجاز مقاصد الرب، ولن أتحرك بنفسيتي، ولن أتحرك بأي ارتعاب بداخلي أو بأي خوف أو بأي، سيحررني الرب من أي خوف من أي قلق في اسم يسوع. سأحفظ في المقاصد الإلهية، سأحفظ في المقاصد الإلهية. في عدد 11 من أفسس 4، لو أنت بتقول أنا ما عنديش أي مواهب أو نقرأ من أول عدد 1، ده آخر شاهد هقرأ معك لأنه في بعض الآيات تحدثنا عنها. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. ارفع ايدك في اللحظات دي، صلي معي هذه الكلمات. يا رب اريد ان اسلك كما يحق للدعوة التي دعوتني بها. يوجد امور سيطلبها منك الرب لاجل الدعوة، وهي امور كل ناس تعملها، بس الرب يقول لك اريدك لاجل الدعوة أن لا تفعل هذا الأمر. هل أنت مستعد؟ ارفع إيدك عالي كده في اسم يسوع. هل أنت مستعد إنك تترك أمور لأجل دعوة الرب، تترك أمور لأجل دعوة الرب؟ يحفظ الرب الهدوء في حياتك خلال الشهور اللي جاية عشان تاخد قرارات انك تترك امور من الراحة لأجل دعوة الرب. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. مرة تاني ارفع ايدك،
هنصلي هذه الأعداد بكل تواضع ووداعة، بطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، بكل تواضع. غمض عينك كده، معظمنا مغمض عينه، بس غمض عينك لو انت مفتح عينك، واستقبل هذا الامر. من امور الرب العميقه بتستقبل بعمق في تركيز حقيقي، لا تنشغل باي امر اخر من فضلك. بكل تواضع اريد ان اسلك كما يحق للدعوه، بكل تواضع، بكل تواضع، بكل تواضع، أقدم مقدمين بعضكم بعضا، ووداعة، قابلية للتعلم، عايز أتعلم يا رب، وأفضل أتعلم طول حياتي لأنك أنت المعلم. وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. ارفع إيدك عالي وأطلب من الرب الآن أنه أجزاء البازل في وسطينا تركب على بعض فتشكل الدعوة بتاعتنا كلنا. بقاش فينا حد شاذ، ما يبقاش فينا حد كده عنده واخد حاجة مش بتاعته من الرب، مش مستلم من الرب. البازل يركب في اسم الرب يسوع. الدعوة بتاعتكم في رجاء دعوتكم الواحد، سقيتم نفس الروح. ارفع ايدك عالي يقول له نعم ايها الرب، تسقيني نفس الروح التي تسقيها لأخي في المجموعة، في الخدمة، في... لا أريد يا رب أن أسقى روحا غريبة باسم الرب يسوع، وأكون قناة لما تريد أن تمرره لآخرين في الخدمة في اسم الرب يسوع. تسقينا نفس الروح أيها الرب، والضعفاء في وسطينا يعدي ليهم عصارة الكرمة. ارفع ايدك بإيمان في هذه اللحظات، الضعفاء في وسطنا باسم الرب يسوع، الغصن الضعيف في وسطنا لن يجف ويقطع، لكن تمر في عصارة الكرمة ويحيا ويفرخ كما أفرخت عصا هارون في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع نعم، في اسم الرب يسوع نعم. وانطق بهذه الكلمات بالسلطان الملكي المعطى لك من الرب، لأنه عندما أمرك أن تذهب وتخدمه أصدر أمرا في الروح ملكيا، أن كلماتك تصير ذات سلطان وتؤثر في النفوس في اسم الرب يسوع. فانطق الآن بكلمات باسم الرب يسوع تحيي النفوس، نعم تحيي عصا هارون اللي شكلها جاف، عصا هارون تفرخ في اسم الرب يسوع، عصا هارون تفرخ في اسم الرب يسوع، عصا هارون تفرخ في اسم الرب يسوع. نعم هللويا هللويا، لأن الكلمة النبوية تذهب وتأتي بثمر كثير في اسم الرب يسوع. كلمة الرب نعم تأتي بثمر كثير في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. لا تحالفات لأرواح شريرة تمنع أو تعيق تحقيق كلمات الرب، نعم لا تحالفات لأرواح شريرة باسم الرب يسوع تمنع أو تعيق باسم الرب يسوع تحقيق كلمات الرب النبوية في اسم الرب يسوع. لكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح في عدد 7، ولكن لكل واحد منا أعطيت إيه بقى؟ النعمة. قلت لك كل نعمة نتحدث عنها بقى في نعمة كده بتصاحبها. النعمة بتاعت الخدمة دي بتصاحبها إيه بقى؟ نعمة المواهب والإمكانيات. مش كده قصة منتهية. يعني لما بيدعوك الرب، عندما يدعوك الرب ايا كانت دعوه الرب حجمها عامل ازاي، هيعمل ايه الرب؟ سيعطي لكل واحد فينا. هو يعطي واعطى، بص يقول كده، ولكن لكل واحد منا ايه بقى؟ اعطيت النعمه حسب قياس هبه المسيح.
عشان كده مفيش حاجة اسمها أنا الرب دعاني لكذا بس مش عارف أعمل إيه. لا، في حاجة ناقصة. إيه الحاجة الناقصة دي؟ لما دعاك لم تمكس أمامه عشان تاخد النعمة بتاعت الدعوة اللي دعاك ليها، لأن كل دعوة يدعونا لها الرب لها النعمة الخاصة بها. فكل دعوة ليست فقط دعاوي الخدمة، لو دعاك الرب عشان تدرس، لو دعاك الرب عشان تشتغل، لو دعاك الرب عشان تصلي صلوات فتغير بيتك وتغير زوجك، لو دعاك الرب لأي أمر الرب سيعطيك النعمة الكافية لتتميم هذا الأمر. هذا إيمان، هذا هو الكتاب. فارفع إيدك في هذه اللحظات في اسم الرب يسوع. يا رب أشخاص في هذه القاعة يسمعوا صوتك عالي في ودنهم في اسم الرب يسوع. هللويا، اسمعوا صوتك عالي في ودنهم باسم الرب يسوع. طبلة الودن يا رب، نعم، صوتك يبقى اعلى بكتير من الاغشيه اللي على طبلة الودن في اسم الرب يسوع. حط ايدك على ودنك في اللحظات دي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نعم، هللويا، باسم الرب يسوع. نعم 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 نعم، في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي في هذه اللحظات باسم الرب يسوع. لن اخضع للاغشيه اللي العدو عايز يحطها عليا، حتى لو الاغشيه دي بسبب ناس قريبه، لن اخضع لهذه الاخطيه ولهذه الاغشيه. ارفع ايدك بايمان طالما انت في هذه القاعه في اسم الرب يسوع. اعلن ايمانك معي. هللويا 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 هللويا. عمل الرب سيخترق، 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 وستحترق وتهرب الأرواح الشريرة في اسم الرب يسوع. عمل الرب سيخترق، عمل الرب، صوت الرب، نعم صوت الرب، صوت الرب، صوت الرب، صوت الرب. ولو بسمعك صوت الرب وانت صاحي هيسمعك صوته وانت نايم، سيأتي لك في أحلام ورؤى باسم الرب يسوع. صوت الرب يخترق، نعم صوت الرب يخترق، تكون في الروح. نعم، ارفع ايدك عالي باسم الرب يسوع وقول اكون في الروح. ارفع ايدك عالي، امن امن امن، ارفع ايدك امن، لا تنحصر في العيال، لا تنحصر في امكانياتك، امن 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 امن، قول اكون في الروح في اسم الرب يسوع. اكون في الروح. نعم ايها الرب، اشكرك يا رب لانه تعمل اتفاقات مع ناس والاتفاقات دي تنجح في اسم الرب يسوع. بتعمل هيعمل الرب معاك اتفاقات في اسم يسوع. وهللويا، نعم، لانه تحت مظله الاتفاق مع الرب. هذه احد المعاني اللي كان بولس بيقولها، وهو بيقول يسير امامي الذي حسبني، وهو بيقول الذي يقودني، الذي يسير أمامي. يعني المظلة بتاعته هي التي ستصنع مني شخص أمين. وبولس فهم هذا، لأنه زي ما كنت بقولك امبارح والرب بيتقابل معاه في أول مقابلة، هذا النور الذي أحاط ببولس، الكلمة في الأصل اليوناني يعني بولس لقى نفسه منقوع في وسط النور، ففهم أنه يوجد هيمنة من الرب. بس قول للرب كده، وإنت مؤمن تحتاج أن تأتي للرب وتقول يا رب بإرادتي، ارفع إيدك عالي، هيمن علي يا رب، أنا جاي بصلي النهاردة، هيمن علي يا رب، نعم هيمن علي بالنور، هيمن علي بالطاقة، الإرادة لابد أن تتحرك، وأصلي باسم الرب يسوع أن تتحرك الإرادة بقوة الروح القدس. نعم، هيمن علي لتحرك، احيطني بالنور ايها الرب، نعم، فاحرر فافك باسم الرب يسوع. هللويا، افك واحرر باسم الرب يسوع. وانت رافع ايدك كده قول للرب، تبقى المنطقه اللي حواليا، الزون اللي حواليا خالي من نشاط الارواح الشريره. ولو في اشخاص حواليا بيتحركوا في مرات بالقرب مني محملين بارواح شر، لا يؤثروا في المنطقه اللي حواليا في اسم الرب يسوع، لا يحرروا في الزون اللي حواليا، لا يؤثروا في الزون اللي حواليا باسم الرب يسوع. لكن دائما اكون ممتلئ برؤيه الرب، دائما اكون ممتلئ، نعم، بقوه الرب، دائما اكون ممتلئ بروح الرب، نعم هللويا، اكون ممتلئا بروح الرب، فتهرب الارواح الشريره من امامي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمه حسب قياس هبه المسيح. لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء سبيا سبيا أعطى الناس عطايا. استخلص لك الرب من يد العدو الإمكانيات التي تؤهلك لإتمام الدعوة. استخلصها الرب، بقت محررة في الروح. انت مش عليك انك تعافر، انت عليك انك تستلم اللي الرب صنعه لاجلك.
لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا. افتح إيدك كده وأعطى الناس عطايا. هل تريد مواهب؟ عايز تتم الخدمة بتاعتك؟ افتح إيدك كده قدام الرب، خد من الرب الآن. يعطي المعية، هو بيعطي مين؟ هو بيعطي المعية، بيعطي اللي تعبان. خد من الرب، خدي من الرب، خد من الرب. هللويا. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ويقول لك كده، في بعض الناس بتحب تتأمل وتدرس وتربط مع التاريخ، يقولوا الخمس وظائف دول بعد العصور الأولى، يعني بعد القرون الأولى، يقولوا الخمس وظائف دول، مش بيقولوا مواهب الروح القدس، لا، بيقولوا الخمس وظائف دول كأنهم اختفوا من الكنيسة في الغرب ما بعد القرون الأولى. يعني ما بقاش في ناس عندهم مسحة رسولية، ما بقاش في مسحة نبوية، مش المسحة العادية، لكن وظيفة النبي. يعني الوظيفة بتاعت الرسول، يقولك الوظيفة بتاعت النبي، الوظيفة بتاعت المبشر، الوظيفة بتاعت الرعاة، الوظيفة غير المسحة. المسحة دي لكل شعب الرب، كل شعب الرب له مسحة رسولية، له مسحة نبوية، له مسحة للرعاية عشان ناخد بالنا من بعض، له مسحة للكرازة. بس في وظائف في الكنيسة، هذه وظائف يسموها الوظائف الخمسة. بعض الناس اللي بيتأملوا في تاريخ الكنيسة في الغرب خصوصا يقولوا ان الوظائف دي اختفت. وفعلا لما تتأمل في الكنيسة في الغرب، عشان كده كان في حاجة في الكنيسة في الغرب اسمها ايه؟ اسمها العصور المظلمة، لانه اختفت هذه الوظائف الخمسة في العصور المظلمة. بس عظم الرب لانه عبر التاريخ تم استرداد هذه المواهب ويتم استردادها. فاللي بيحب يتأمل يقولوا كده، بيقولوا هذه الوظائف فقدت من الـ من الـ من الاخر للاول، وبعدين او ولما جت استرد بالعكس. يعني فقدت الرسوليه، فقدت النبوه، فقدت المبشرين، بس حصل استرداد في كنيسه الغرب خصوصا. الاسترداد ده بقى حصل من اول ايه؟ من اول معلمين. فيقول لك ده الناس بقى اللي هم لوثر الاصحاح، ومن من الاصلاح اسف، ومن قبليه اسماء اخرى زي جون ويكليف وجون هاس، ويقولوا دول ايه؟ دول إيه؟ استردوا وظيفه المعلم، لانهم اكتشفوا الحق بتاع الخلاص بالايمان، واخذوا الحق ده وطلعوه في وسط كنيسه الغرب. متى حدث هذا؟ حدث هذا في القرن الستاشر. يعني رحله الاسترداد، في واحده من نساء الرب اسمها ايمي ماكفرسون، دي كانت ماشية على هاي واي كده في مرة من المرات، والرب دعاها انها تقف وتدخل كنيسة ما تعرفهاش، فدخلت هذه الكنيسة، وبعدين الرب دعاها انها تستأذن وتطلع تقدم رسالة نبوية. طلعت على الستيج، وهي على الستيج اخذت في غيبة وهي واقفة، وشافت هذه الرؤية. رأت ايه؟ رأت الكنيسة كشجرة مليانة ثمر ومليانة ورق ومليانة عظيمة جدا في وقت الرسل، وبعدين وكأنه هذه الثمار وهذه الشجرة بتقل 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 لغاية لما توصل لحتة الشجرة فاضية، وغالبا دي العصور المظلمة في الغرب. وبعدين شافت الشجرة بتسترد تاني، بتسترد تاني، بتسترد تاني، إلى أن تصل قبل مجيء الرب إلى صورة أعظم بكثير جدا مما كان للكنيسة الأيام الأولى. إيمي ماكفرسون عندما قالت هذه الرؤية، في ناس بدأت تطبق الرؤية ديت على هذا النص، فقالوا ده الإصلاح. وهذا في الغرب. ليه بقولك في الغرب؟ لأنه الشرق قصة تاني خالص. الشرق فيه حفاظ على عمل الرب يمكن لأوقات طويلة جدا جدا جدا، لم تعرف العصور المظلمة في الشرق. هل أنت مدرك لهذا؟ مع أنه الشرق ده منطقة المعركة الأصلية. يعني أين المعركة بتاعت عدن؟ في الشرق ولا في الغرب؟ في الشرق. لكن لم يسلب من الشرق نقاء التعليم. أصعب حتة في حياتك، ارفع إيدك كده واعلن بإيمان، لن يسمح الرب أن يسلب منها عمل الروح القدس. أصعب حتة في حياتك، أصعب حتة في حياتك. فأعيد مرة تاني بقى، الروح القدس بيعمل ايه؟ بيهب. الروح القدس بيهب على الغرب وبيعيد هذه. وطبعا ده الغرب، بس الاستعادة ديت ده استعادة عالمية. ليه استعادة عالمية؟ لأنه هذا إعداد لمجيء الرب.
فالخمسة وظائف دي بتستعد في العالم. فيقول لك في القرن لو بتحب تدرس 16 استعيدت الوظيفة بتاعت المعلمين، وبعدين بعد كده في القرن 18 استعيدت الوظيفة بتاعت الرعاة في وقت جون ويسلي، استعيدت الوظيفة بتاعت الرعاة. فإيه اللي حصل؟ طلع الرب بقى مجموعات ورعاة وناس بترعى ناس وأطفال في المسيح بيكبروا، واستعيدت وظيفة الراعي مرة أخرى. وبعدين بعد كده يقول لك في وقت بقى بعديها القرن اللي بعده على طول القرن 19 استعيدت وظيفة المبشرين على يد تشارلز فيني وعلى يد واحدة اسمها فيبي بالمر، ودول كانوا بيكرزوا كانوا بيبشروا والرب يأتي بنفوس كثيرة جدا. وبعدين بعد كده من أول القرن العشرين بدأت استعادة الحركة النبوية والحركة الرسولية، الوظيفة النبوية والوظيفة الرسولية من أول القرن العشرين، من أول نهضة أزوسة لو سمعت عن نهضة أزوسة، والموجة دي لم تتوقف حتى الآن. فارفع ايدك عالي كده، لاننا هذا ميراث كعائله نمتلكه، ده ميراث. ميراث ايه؟ ميراث النهضات. امتلك في الروح. امور الرب ما بتتعملش بالذهن، امور الرب بتتعمل بالروح، امور الرب تصنع بالفهم وبالتمييز وبالروح ليس بالطبيعي، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسل، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل إيه بقى؟ تكميل القديسين، لعمل إيه؟ الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. إحنا عنينا على الصورة دي لماذا؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال. بل 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 تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنقول هذه الكلمات. نفسي نقول الكلمات دي كلنا كده، لو معك كتاب مقدس افتحه، لو على موبايلك، ونقول هذه الكلمات. أفسس 4 وعدد 15، ونقول الكلمات دي ونغمض عينينا ونصلي بعد كده لدقائق، في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نقول من أول عدد 12 مع بعض بصوت عالي، بصوت واحد، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو. ارفع صوتك في كل شيء، قول تاني، ننمو في كل شيء. ارفع صوتك، ننمو في كل شيء، ننمو في كل شيء، إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح. قول صوت عالي، المسيح، قول صوت عالي، المسيح، نعم، الذي منه كل الجسد مركبا معا مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. أمين. ارفع قلبك وانت واقف قدام الرب. ولا نريد أن نضيع وقتا، ولا نضيع وقتا. يسوع I'm
الكل ملء الله. نعم الى قياس بالاقامه المسيح من الاسر. يسوع صعد، يسوع صعد. قوه القيامه الان يا رب تنفجر فينا باسم يسوع. غلب الموتى باركنا بكل بركة روحية في السماوات من الآن من الآن من الآن. اطلب من الرب شهية جديدة لعمل الروح. شهية جديدة يعني علي كلما اشتقت أكثر، لأنه غمر ينادي غمر، لأنه قاس ألف ذراع وعبرك وكانت المياه إلى الكعبين، ثم قاس ألف مياه ألف ذراع وعبرني وكانت المياه إلى الركبتين، ثم قاس ألف ذراع وعبرني وصارت المياه إلى الحقوين، لكني لم أكتفي. ثم قاس ألف ذراع وعبرني وأدخلني إلى بحر السباحة، نهر السباحة لا يعبر. قل له أنا عايش شهية جديدة. ارفع إيدك عالي واطلب الرب شهية جديدة. لا تغلق شهياتي باسم الرب يسوع، لا تغلق شهياتي. اشتاق لعمل الروح، اشتاق للقيادة بالروح. لا تغلق الشهية باسم الرب يسوع، لا تغلق شهيتك، لا تغلق شهيتك باسم الرب يسوع. في البيت شهيتي مفتوحة، بالليل شهيتي مفتوحة، الصبح شهيتي مفتوحة، في الاجتماعات شهيتي مفتوحة، في كلوتي شهيتي مفتوحة، وساعات وساعات تمضي في حضورك أيها الرب وشهيتي مفتوحة باسم الرب يسوع. اطلب الرب شهية جديدة النهاردة، اطلب من الرب شهية جديدة النهاردة، اطلب شهية جديدة. أورك الشكر أنا الروح أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك، أشبع من خير بيتك،
ارتوي من نار نعمتك. عبادك ارفع. علي التون، علي السوبرانو، علي النغمة. ما تستخسرش صوتك. في نفسه في هذه اللحظات الأخيرة وإحنا بنختم، نسي كلنا 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 باسم الرب يسوع، محاطين 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 بالنور، محاطين بالحضور. ارفع يدك معي الآن وأطلب
اطلب كده قبل ما سيب نادر قود الوقت اللي جاي دقايق، اطلب معي نيران الروح القدس. اطلبي معي نيران الروح القدس، نيران التي تقدس، النيران التي تصنع هدوءا عظيما، فصار هدوء عظيم. وفي المواجهات وجها لوجه ستنتصر المسحة. ستنتصر نيران الرب. ارفع ايدك عالي، استقبل عند الرب نيران حقيقية في اسم الرب يسوع، نيران حقيقية الآن في اسم الرب يسوع، نيران حقيقية. استقبل من ايد الرب، لا تنشغل بأي أمر آخر، استقبل من ايد الرب نيران حقيقية في اسم الرب يسوع. تتحول أناتك إلى تمخضات في الروح، تلد نفوس في اسم الرب يسوع. حول نوحي أي اهتزازات الحزن إلى رقص وفرح، اهتزازات الحزن الانحسار يتحول إلى فرح. ذهابا بالبكاء حاملا مبزر زرعين، يعود حاملا أكداسه راضيا مسرور القلب. هللويا. من يصلي لأجل أمور كبيرة عظم الرب، لأنه سيأتي يوم وهو قريب ستعود حاملا أكداسك راضيا مسرور القلب. هللويا. يسوع باسم الرب يسوع، ارفع ايدك واتحد معي. تنهار وتنكسر اي ارواح تدين في اسم الرب يسوع الان، تنكسر ارواح التدين الان، تنكسر ارواح التدين الان. هللويا. باسم الرب يسوع نصنع حربا وننتصر فيها، تنكسر ارواح التدين الان باسم الرب يسوع. هللويا. هويك الشيك يا حينئذ امتلأ افواه نضاحك وهأسنا. يلا نعظم الرب. باسم الرب يسوع نختلف الرب،
أمام الرب اقتحم الرب أعداءنا أمامنا اقتحم المياه المجد أرعد من السماء إله المجد أرعد من السماء صوت جديد نغمة جديدة تخرج من فمك وتصنع أكمنة على بني عمون نغمة جديدة ارفع يدك عاليا في هذه اللحظات هاليلويا لأجل كل مسبح في وسطنا لأجل فريق التسبيح لأجل هذه الخدمة خدمة نبوية تعبدية تعليمية يخرج منا صوت ترنم يخرج من خيامنا نغمة جديدة في اسم الرب يسوع موجات صوتية جديدة ممسوحة تخترق الأجواء في اسم الرب يسوع ولا تراكم وتكاتف الأرواح الشر يقوى علينا باسم الرب يسوع ارفع ايدك عالي وخرج صيحة كده هللويا هللويا ولا ما هدفه سقط السور تسقط أسوار العدو نعم هللويا
قد أعطس البحر العلي تكت الأرض لاسمه كل الجبال ذبت حرام وبهو عرض من السماء تذوب الجبال قد أعطس صاب العلي تكت الأرض لاسمه كل الجبال ثبت فراق وما وأرعد من السماء اقتحم الرب على أنا اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه اقتحم الرب بكل سهولة نعم انا كاقتحام المياه الى الرحمة اخرجنا زاد عظام طريقه في العاصف طريقه في العاصف يعطي الرب صوته يزلزل البرية بالقوة جبار يخرج إلى طريقه في العاصف طريقه حوله عاصف جدا ينشف نوى البحر من مثله بالقوة جبار يخرج إلى القتال اقتحم الرب على أنا أمامنا كاقتحام المياه هللويا بيده أخرجنا زاد عظمتنا اقتحم الرب على أنا أمام يسقط دجون يدا ورأسه مقطوعتان بيده الاليون عال مرتفع عال مرتفع قدير يعبر ينهي ويستطيع لا شيء عنه يستحيل بألبي سيبيده الرب بنفخة فمه عال مرتفع قدير يعبر يلا يا كنيسة الرب يلا يا شعب الرب يلا يا عروس الرب بنفخة يدفع العداء اقتحم الرب على أنا أمامنا هللويا الرب بيدي روح أبوت باسم الرب يسوع تنام اقتحم الرب على أنا يهربون طريقه في العاصف طريقه في العاصف وارتحلت السحابة من أمام الشعب ودخلت بين عسكر فرعون وعسكر إسرائيل هللويا وخلع الرب مركب بكر مركبات فرعون طريقه في العاصف ينشف نوى البحر أجرى الرب ريح شرقية شديدة وانشق البحر هللويا هو أرعد طريقه في العاصف طريقه في العاصف ينشف من مثلك إلى القتال اقتحم الرب علينا زاد عظمتنا اقتحم الرب علينا
إله المجد إله المجد أرعد أرعد الرب من السماء صوت المجد القوة والخلاص والهدى في خيام الصديقين صوت صعد إلى العلاء سبا سبيا في خيام الصديقين يلا نحتفل إله المجد أرعد من السماء وصوته بالقواته إله المجد يلا 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 يا يعقوب يلا افرح هللويا لذا المجد صوت المجد القوة والخلاص والهدى في ثياب الصديقين صوت المجد القوة والخلاص والهدى إله المجد أرعد من السماء وصوته بالقوات إله المجد قد لبس الجلال لغلبة لغلبة قديسي فهو إلهنا نفرح نبتهج هيا نعلي اسمه مسبحين ونهتف هيا نعلي اسمه مسبحين ونهتفه له نهتف لملكنا فارحين نهتف لملكنا فارحين نهتف لملكنا فارحين هللويا فهو إلهنا نفرح نبتهج هيا نعلي اسمه مسبحين ونهتف له مرنمين هيا نعلي اسمه مسبحين ونهتف له هللويا ارفع يدك في هذه اللحظات لا خوف في المحبه لان المحبه الكامله تطرح الخوف الى الخارج لا خوف في المحبه اطمئن واستريح لان الرب معي قال له انا معك لا اهملك ولا اتركك وأنا معكم كل الأيام وإلى قضاء الدهر وتراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية قد أحببت من أجل ذلك أدمت لك الرحمة الرحمة دائمة لنا لأنه يحبنا إله الرحمة يتقدمني بوجهه الحق والأمان قاعدة كرسي أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر ارفع يدك عالي أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف الشر لأنك أنت معي عصاك وعكازا ويعزيانني ترتب أمامي مائدة تجاه مضايقية سحت بالدهن رأسي وكأسي ريا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف الشر أنت معي ترتب قدامي اتجاه مضايقين استرت في وادي ظل الموت لا كاف شر
معجزة تجاه مضايقي. أنت الصالح، أنت الصالح، أنت الصالح يا يسوع، أنت الصالح، أنت الصالح، أنت الصالح يا يسوع، أنت راعي راعي الأمين، إلهي أنت دوما معين، أتكل عليك في كل حين، يمينك تعضدني، أنت راعي راعي الأمين، إلهي أنت دوما معين، أتكل عليك في كل حين، يمينك أنت راعي، أنت الراعي راعي الأمين، إلهي أنت دوما معين، أتكل عليك في كل حين، يمينك تعضدني، أنت الصالح، أنت الصالح، أنت الصالح، أنت الصالح يا يسوع، أنت الصالح، إنما الصالح هو الرب، صالح يا يسوع. مسحت بدون رأسي، ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر. أنت الصالحون، أنت الصالحون، أنت الصالحون، أنت الصالح، أنت الصالح، أنت الصالح، صوت تسبيح وهتاف. أنت الصالحون، أنت الصالحون، أنت الصالحون يا يسوع. هللويا. صالح هو الرب. احنا بنختم هذا الوقت، ارفع ايدك عالي. اشعر انه الرب بيغسل اي مرة اي شخص فينا ترك محضر الرب لأجل أي أمر. أشعر الرب بيغسل. ارفع إيدك عالي. أشكرك لأنك تغسلنا من أي مرة هربنا فيها من وجهك، من حضورك، بسبب زهق، بسبب ملل، بسبب تعب، بسبب أمور طبيعية، بسبب مواعيد طبيعية. ارفع ايدك عالي. يغسلنا الرب، يغسل شعبه،
ونيران الروح القدس هي معنا، تدوم معنا وفينا وعلينا من الآن وإلى الأبد. آمين. نختم بهذه الترنيمة. يا سيدي املا قلبي بالحب Amin, Zahat, Amin, Zahat.